مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئ بعضه، مسح بعضه يجزئ مسح بعضه. ومذهب مالك ومذهب أحمد أنه يجب مسح جميع الرأس، بينما الشافعي رحمه الله تعالى يجزئ مسح بعضه، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن كلهم متفقون على أن من مسح جميع الرأس أفضل، خروجا من الخلاف، من مسح جميع الرأس ففعل مستحب عند الجميع، بينما أحمد والشافعي أحمد ومالك يوجبان ذلك، والشافعي وأبو حنيفة يستحبان ذلك ولا يوجبانه.